المقطع بتاعك ده. والله مساء الخير. ميري هتعمل لايف معاكم دلوقتي وهتتكلم معاكم، هتحكي لكم كل حاجه من ساعه ما جت كوريا هي واخواتها لغايه وقتنا الحالي، اللي حصل معاهم واللي حصلها في المطار، عشان الناس اللي مش فاهمه اي حاجه وبتكتب من مزاجها وتقول من مزاجها تبقى عارفه الحقيقه فين وايه اللي حصل معاهم بالظبط. ميري هتحكي لكم دلوقتي. احنا لما جينا كوريا في 2016 13/3/2016 جينا طبعا قدمنا على اللجوء لان ما عندناش اي وضع تاني يسمح لنا ان احنا نكون قانوني في البلد الا ان يكون لنا ملف لجوء. فعلا قدمنا ملف لجوء، قدمناه بره المطار يعني بتعيش اكتفاء ذاتي، والمنطقه اللي احنا فيها لا فيها سنتر ولا فيها ما فيهاش اي شيء، يعني ما فيهاش اي مساعدات ولا اي خدمات نهائي خالص. كان اول 6 شهور المفروض ان احنا يكون لينا باكج ماني على صوت، كان المفروض ان احنا يكون لينا باكج ماني بس ده ما كانش متاح، لان لما سالنا عليه قالوا لنا نزلوا اشتغلوا، ولو نزلنا اشتغلنا بيكون ده ضد القانون، يعني المفروض ان احنا بنقعد 6 شهور عشان نعرف نشتغل وبعد كده بيدوا لنا تصريح، ولو حد اتقبض عليه في الفتره دي بيتم ياخدوا منه غرامه 1000 دولار او 1,000,000 وون بالعمله الكوريه. انا بحكي ده ليه بقى؟ عشان الناس اللي بيقولوا الدنيا حلوه وبتاع، والناس اللي شايفين اللي عايزين يعرفوا الوضع بالظبط في كوريا، والوضع بالنسبه للاجئين عامل ازاي. الوضع بالنسبه للاجئين في كوريا صعب جدا، الشغل هنا 12 ساعه يعني ضحن، يعني انت ما عندكش وقت ان انت ترجع مثلا تكمل في دراسه، تكمل في اي مجال تاني اللي بيها تقدر تندمج في المجتمع وتعيش كفرد من المجتمع. طبعا مفيش تعليم، مفيش شغل، مفيش مكان نقدر نتعلم فيه لغة يعني. المهم يعني طبعا المهم يعني ان احنا قدمنا والدنيا والحياة مشيت بينا، والعيال اتطحنوا في الشغل والحياة خدتهم، وبعدين قعدنا لقينا طبعا اخواتي بيشتغلوا وممكن الكوري ياكل عليه الشغل، وده حاصل مع اخويا ميلاد ومعاه ورق بيثبت ده، وعامل قضايا بجد اكلوا عليه فلوسه وده بيع، وده بتحصل كتير مع ناس كتيرة مش مع اخويا بس. المهم لما قعدنا وفكرنا طيب ايه المصير، والعيال بكره وبعد هيكملوا لغايه مرحله ثانوي، وبعدين لازم يكون معاهم فلوس عشان يقدروا يكملوا تعليم في كليات. طب وبعدين احنا مكفيين الحياه بالعافيه، لان الشغل مش متاح كل يوم، ولو يوم قعد اليومين ثلاثه اللي بيقعدهم بياخدوا كل التوفير اللي وفره عشان يعرف يعيش، لان هو مش لوحده، هو كل واحد منهم معاه اسرته. الشتاء بتيجي الشغل بيبقى فيها ضعيف، لو هو محوش مبلغ بسيط كده في الصيف، ولازم يعمل ده يحوش مبلغ عشان يقدر يعيش بيه في فتره الشتاء اللي هو بيكون الشغل فيها ضعيف. فاضطرينا ان احنا نفكر في وضع صح وفي وضع يضمن لاولادنا ان هم يقدروا يكملوا الحياه ويقدروا يعيشوا يكملوا حياتهم في تعليم في دراسة عادي يعني الطبيعي، ونروح دولة بتكون دولة هي دولة لاجئين بتضمن حقوق الإنسان، بتعمل الاندماج للشخص اللي بيقبلوه في اللجوء، بيعلموه بيضمنوا له كل كافة الحقوق، هم اللي بيسعوا على حقوق الإنسان، مش هو بيستنى بقى بيطالب بحقوقه يقولوا له مفيش. ده الاي دي لما بيخلص بجدده بحساب، انا بدفع حساب التجديد. المهم فكرنا وقعدنا مع بعض، طبعا اخواتي موقفهم من اللجوء، ميلاد اخويا خد رفض لغايه الدستور يعني العليا خد رفض، ومرات اخويا خدت رفض اول هي والعيال، لان هي جت بعد جوزها بسنه تقريبا، واخويا عماد لسه ما تردش عليه في القضيه بتاعته هو وعياله. فبناء عليها وانا اللجوء بتاعي انا مش واخداها بناء على حالتي انا، لا انا واخداها بناء على حاله
على حاله جوزي اللي كنت احنا كنا متجوز كنت متجوزه يعني وانفصلنا، بس انا واخداها بناء على حالته هو، لان هو سياسي يعني ديني مش سياسي، فانا فدوهاني عشان ما يدوهاش لحد من بعدي يعني عشان ما اخواتي ما ياخدوهاش، فدوهاني تبع لحاله الزوج يعني. المهم فضى وضعنا، ودي الحاله ببساطه يعني. انا في اي وقت الورقه بتاعتي هتتسحب مني، واللجوء بتاعها هيتكنسل، وده حق ممكن يعملوا ده في اي وقت وفي اي لحظه، وخصوصا بعد اللي حصل. وغير كده حتى لو ده مش حصلش، بس انا اخواتي انا مش هقعد لوحدي، احنا اسره وعيله مع بعض، فانا مش هقعد هنا لوحدي، ولا هم هيرضوا يسيبوني هنا لوحدي، لان انا هنا لوحدي انا وابني، هم مش هيسيبوني لوحدي، ولا هيرضوا يسافروا ويسيبوني، ولا انا هقدر اسيبهم. المهم يعني احنا عيله اخوات، مفيش اقرب من صله الاخوات. فقررنا ان احنا بناء عليها نطلع القاهره. الاول كان وجهتنا لبنان، ولبنان اعترض على وثيقه السفر بتاعه الولد. انا مش عارفه وثيقه السفر بيعترضوا عليها ليه، لان احنا الناس هنا بتحارب عشان توصل تاخد اف 2 عشان وثيقه السفر دي. ولما انا اخد وثيقه سفر يقولوا لي ما تنفعش ان انا اسافر بيها، ولا ابني ينفع يسافر بيها، ازاي؟ انا مش عارفه دي حاجه. فلبنان قالوا لنا مش هينفع تسافروا بوثيقه السفر، فقلنا خلاص نسافر المانيا ترانزيت، قصدي نسافر القاهره ترانزيت المانيا. وطبعا الهدف ان احنا مسافرين، عشان نكون صريحه واحنا واضحين ومش ملناش في اللف والدوران، احنا طالعين، احنا مش نازلين القاهره لان وضعنا خطر جدا في القاهره، ومش هينفع ننزل نرجع القاهره. احنا عاملين ترانزيت المانيا عشان ننزل المانيا، لان مفيش قانون يمنع ان انا اعمل ترانزيت وانزل في الترانزيت واطالب بحق اللجوء، ده مفيش قانون بيمنع ده، وانا طالعه قانوني ومفيش اي مساءله قانونيه عليا، مفيش اي حاجه تمنعني ان انا اركب الطيران، مفيش حاجه تمنعني، اديني باكد مفيش حاجه تمنعني ان انا اركب الطياره واسافر لالمانيا وانزل، ولي حق ان انا انزل واعمل لجوء واطالب بحق اللجوء. ليه بيمنعوني؟ مش عارفه ليه تم منعنا ان احنا نركب ونسافر، ليه مش عارفين. انا معايا طفل، ينفع؟ هل يا ترى وثيقه السفر دي ما ينفعش اسافر بيها؟ طب ايه الحل؟ هل يا ترى اسيب ابني اللي عمره سنتين واسيبه لمين ومع مين، واسيبه وامشي، ولا اسيب اخواتي وهم يمشوا وانا اقعد هنا لوحدي، ولا ايه النظام؟ مش عارفه يعني. هل يا ترى ده صح؟ هل يا ترى ده المجتمع يرضى بده؟ هل يا ترى ده حقوق الانسان، وده الوضع اللي ده اللي بتطالب بيه المنظمات الحقوقيه؟ هل يا ترى ده صح؟ انا يعني ده الوضع بتاعنا، وده اللي حصل بالمختصر، وبالمختصر الشديد جدا يعني، ده اللي حصل معنا. وطبعا تم تعسفنا هنا في المطار، ومنعنا من السفر، وجرجرونا طلعونا بره الكونتر وشغلانا من غير اي وجه حق. واحنا ماشيين قانوني في البلد، احنا ما بنحبش نعمل نخالف، ما بنحبش حد ما بنحبش نمشي يعني، احنا واخدين المثل هو يمشي عدل يقطع عدوك فيه. فاحنا فعلا احنا بنمشي قانوني في اي مكان، احنا بنلتزم بقوانين البلد، بنلتزم بكل حاجه فيها طالما هي بتديني حقوقي وبتديني. فاحنا حتى لو كانت الحياه هنا صعبه، بس برضو احنا ملتزمين بكل حاجه، بس هي الحياه بقت صعبه علينا والدنيا صعبت علينا. ده الوضع بالمختصر المفيد. شكرا. طب يا جماعه، ميري ذات نفسها حكيت لكم الموضوع كامل اهوت من بدايه دخولهم كوريا، عشان بس الناس اللي مش فاهمه ومش عارفه القصه في ايه. وبرده ميلاد حبيبي بيقول حاجه، عايز يتكلم معاكم شويه برده. مساء الخير. انا ميلاد دانيال، اخو منى دانيال. انا قصتي بدات من مصر من 2015، من 2014 سوري، ذكر احداث مزبيرو، وطلعت اتهمت السيسي بان هو المدبر الرئيسي في احداث مزبيرو واحداث الثوره كامله. في عيد ميلاد مينا في شهر 7 2015، 25/7/2015 بالتحديد، كان عيد ميلاد مينا، واتكلمت وهتفت
يسكت يسكت حكم العسكر انا وبعض الشباب وده كله. بعدها تاني يوم اتعمل لي كمين من المخابرات الحربيه، واتخذت واتعذبت واتهددت بتصفيه اولادي قبل تصفيتي وبتصفيه اختي ميري. المهم بعد ما خرجت والدنيا ظبطت معايا شويه، اضطريت ان انا جالي تهديد على التليفون، وانت لو ما مشيتش والحكايه والروايه خدت ميري ومشينا. وجيت قدمت لجوء هنا في كوريا ومقدم كل الاثباتات، كل الموضوع اللي حصل والاثباتات اللي انا مقدمها والقصه اللي حصلت دي كلها برضك مدينا رفض بالرغم ان معايا الاثباتات والادله. انا دلوقتي الاي دي بتاعي او الاقامه بتاعتي اخرها 28/5/2019، الباسبور بتاعي اخره 12/9/2019. لجأت للسفاره المصريه عشان اجدد الباسبور، اول ما عرفوا ان انا اخو مينا دانيال رفضوا يجددوا له الباسبور، اضطريت ان انا افكر ان انا اغادر من كوريا، لان خلاص كده يعني بعد 28/5 هيطلع لي قرار الترحيل. فاضطريت ان انا اتفق انا واختي ميرو واخويا واولادنا ان احنا لازم نمشي من كوريا، لان كوريا متعاونه امنيا هي والسلطات المصريه ضدنا. ففكرنا ان احنا نمشي المانيا، طيران المانيا وننزل لبنان، يعني اهم شيء نركب طيران الماني وهننزل نعمل لجوء حق اللجوء. وما فيش اي حاجه تمنعنا على الطيران الالماني، ما فيش قانون يمنعنا من على الطيران الالماني، لان انا عامل ترانزيت 3 ساعات مش اكتر من 3 ساعات، واتصلت بالشركه شركه الطيران الالماني، واتصلنا بشركه وبالسفاره الالمانيه قالوا لنا طالما الترانزيت مش اكتر من 3 ساعات ما فيش اي مشكله انكم تركبوا الطيران. فوجئنا بان احنا واحنا اليوم 8/4 الساعة 11 الصبح واحنا بنقدم الجوازات في الكونتر بان احنا مش هينفع نركب الطيران الالماني، وهنغير لكم التذاكر وتركبوا الطيران الاماراتي وهندفع لكم الفرق والقصة دي كلها. فطبعا احنا رفضنا واضطرينا احنا نقف قصاد الكونتر، واقفين عادي بدون اي مشاكل ولا اي شيء. مفيش 5 دقايق طلبوا لنا الشرطة، وجات الشرطة والقوات الخاصة الكورية واعتدوا علينا واعتدوا على الاطفال. يعني بنتي كارين سحلوها، ابن اختي ابني ستيفن عوروه في وشه، اخويا عوروه في صدره، اختي شدوها من كتفها، بنتي سحلوها وعوروها في دراعها. دي اطفال دي كلها، بس دي القصه دي كلها، لكن دي يعني من الالف للياء. وشكرا ليك.